والمحب يا ابني المحب لا يتأخر عن محبوبه. لما أمر الله سيدنا موسى أن يجيب 70 واحد من علماء أمتك وتعال عندي مناجاة لله، جيب 70 واحد وتعال، جاب 70 سبقهم قال لهم الحقوني سبقهم. فالله عز وجل سأل سيدنا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى، وين قومك؟ ما الوقت تجيبهم وتجي؟ قال هم أولئي على أثري، ليكن جايين وراي، وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إليك ربي لترضى، أنا استعجلت مشان أرضيك، أجي أول واحد. فترك الجماعة اللي انحقوني وركب. وعجلت إليك ربي لترضى. فيا ترى المسلم لما عم يؤذن المؤذن عم يقول وعجلت إليك ربي لترضى؟ هذا يا ابني هي الصلاة، عجلت إليك. أول ما بيسمع الله أكبر الله أكبر فجر كيف يلا على الجامع يعود، ما لتكمل فنجان لهوة، ناداني الله ما بقى في عود، عم يستنوك بدهم يحاكوك. ترك الكل لا بيقابل هذا لا بيقابل. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا أذن المؤذن قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، ما هتتعرف على حدا، فز بده يقابل الله. فيا ابني هذا المؤمن، هي عبودية المؤمن، متى نادى المنادي قم فلبي الله عز وجل من غير توقف. فصاحب الحب دائما يشتاق إلى حبيبه. هلا من الصبح للظهر قديش الوقت؟ هلا الصبح أدان الساعة 4:30 يعني، خلينا نقول 4:30 أدان الصبح، الظهر 12:00 إلا تل، خليها تكون 12:30، من ساعات ما بتشتاق لحبيبك؟ حبيبي فارق حبيبه 8 ساعات ما بتشتاق؟ المحب ما بيحسن يفارق حبيبه يا ابني طرفة عين. الله يرضى عن الإمام الشعراني قال والله لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المؤمنين، ما بعد حالي مؤمن طرفة عين إذا غاب. تغيب عن حبيبك 8 ساعات ما تشتاق له؟ 8 ساعات بين الصبح وبين الظهر. فالمحب يزداد شوقه إلى الله، فالله بنادي حي على الفلاح، تعا حتى تنجح وتفلح في حياتك صلى الله عليك يا رسول الله. لذلك في هون نقطة هلا رح أحكيها، إذا بتعرف لقاءك بده يكون مع عظيم من عظماء، إذا بده يكون لقاءك الساعة 12 شو بتعمل؟ من 11:30 شو بتعمل؟ من 11:30 بغسل بغسل بليح بيتعطر بينظف حاله بيلبس، 12:05 بيقف على الباب، 12 بده يقابل مهيأ. انت يا ترى وقت الصلاة لما عم يجي مهيأ لله؟ فلازم يكون المؤمن متوضئ قبل الوقت، قبل الوقت لازم تتوضأ تتهيأ، تتوضأ تعم تستغفر الله عز وجل، تعم تقرأ القرآن، تذكر الله، أدن المؤذن وتوقف بين يدي الله. هذا يا ابن المؤمن. أما ما بيجي على الجامع إلا بعد الأذان ب10 دقائق بيجي دغري الإمام الجامع الله أكبر، خاصة يوم الجمعة ما بيجي إلا وقت صلاة الجمعة، راحت عليه الخطبة، ما في لك هذا يا ثواب ولا له شيء، هذا ما كتب له من الجمعة ولا ثواب بيضة. وقت اللي بيقدم فورا قابل، إذا كنت مشتاق إلى الله عز وجل فتتهيأ قبل الصلاة حتى ما تتفاجأ، كن دائما متوضئ قبل الصلاة مستعد
الوضوء قبل الصلاة شو حكمه؟ قبل الأذان. الوضوء قبل الأذان سنة. طيب وبعد الأذان فرض. السنة هنا أفضل من الفرض. أن تتوضأ قبل الفرض وهو سنة أفضل من الوضوء بعد الفرض. ليه؟ معناته أنا عم متهيئ للقاء الله، أنا متهيئ للقاء الله، إنت ما ناداني أنا مستعد. وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.